أزمة بتكبر يوم بعد يوم المهاجرون في تونس. الوضع بقى صعب جداً والمشاكل بتزيد كل يوم. تونس بتشوف زيادة كبيرة في عدد المهاجرين واللاجئين، وخصوصاً في صفاقس. المدينة بقت مزدحمة جداً والناس مش عارفة تتعامل مع الوضع. المدينة دي بقت زي نقطة انطلاق للناس اللي جاية من أفريقيا وعايزة حياة أحسن في أوروبا. المهاجرين بيحلموا بحياة أفضل، لكن الطريق مش سهل. في الفترة الأخيرة زادت المشاكل بين الناس اللي عايشة في صفاقس والمهاجرين، وده عمل قلق وخوف كتير. الاحتجاجات بقت يومية والمشاكل بتزيد. الحكومة التونسية بتواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع العدد الكبير ده من المهاجرين، وخصوصا مع قلة الإمكانيات. الملاجئ مليانة والموارد قليلة، لازم كل الناس تشتغل مع بعض في تونس وفي الدول التانية علشان نلاقي حلول كويسة تحافظ على حقوق المهاجرين، وفي نفس الوقت تحمي تونس وتخليها مستقرة وآمنة. التعاون الدولي مهم جدا في المرحلة دي. لازم في الأول نفهم بعض الكلمات المهمة علشان نقدر نناقش الموضوع بشكل صحيح، علشان نفهم أزمة الهجرة في تونس بشكل أعمق وأوضح. اللاجئ هو الشخص اللي اضطر يسيب بلده علشان خايف من حاجة وحشة تحصل له، زي الحرب أو الاضطهاد. أما المهاجر غير الشرعي فهو اللي دخل بلد من غير تصريح رسمي، أو اللي قعد أكتر من المدة اللي مسموح له بيها، وده بيعرضه لمشاكل قانونية. وطالب اللجوء هو اللي بيطلب الحماية من بلد تانية بس لسه ما خدش رد على طلبه، وده بيخليه في حالة انتظار وترقب. كل فئة من دول ليها حقوق وواجبات مختلفة، وعلشان كده لازم الحكومة التونسية تتعامل مع كل حالة على حدها حسب القوانين الدولية والقوانين بتاعة تونس لضمان العدالة والإنسانية. مخيم الشوشة مكان مؤقت في مواجهة الصعوبات. الحكومة التونسية عملت مخيم الشوشة جنب الحدود الليبية علشان تستقبل فيه المهاجرين وطالبي اللجوء. المخيم ده بيديهم الحاجات الأساسية زي مكان يناموا فيه وأكل ورعاية صحية. لكن المخيم بيعاني من مشاكل كتير زي الزحمة الشديدة وقلة الإمكانيات وظروف المعيشة الصعبة. منظمات حقوق الإنسان بتطالب بتحسين أوضاع المخيم وتوفير الحماية الكاملة للناس اللي عايشة فيه. إدارة الهجرة الحاجة إلى حلول شاملة. علشان نتعامل مع أزمة الهجرة في تونس لازم نعمل خطط كاملة، ما تكونش حلول مؤقتة. لازم ندرس كل الجوانب ونتأكد إن الحلول دي بتعالج المشكلة من جذورها. لازم الحكومة التونسية تشتغل على تحسين ظروف استقبال المهاجرين وتوفير الحماية القانونية ليهم. ده يشمل تحسين البنية التحتية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي. وكمان لازم يكون في تعاون قوي بين الدول العربية والدول التانية علشان نقلل الهجرة غير الشرعية، ونحاول نحل الأسباب اللي بتخلي الناس تهاجر من الأساس. التعاون ده ممكن يشمل تبادل المعلومات والخبرات. المهم نلاقي حلول تفيد تونس وتفيد المهاجرين في نفس الوقت. لازم نشتغل مع بعض علشان نحقق مستقبل أفضل للجميع. تونس محتاجة مساعدة من الدول التانية، سواء فلوس أو دعم لوجيستي، علشان تقدر تتعامل مع أزمة الهجرة. المساعدة دي بتيجي من جهات كتير زي الدول الغنية والمنظمات الدولية. تونس ملتزمة بالقانون الدولي بتوفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء. من ضمن الالتزامات دي اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين اللي صدرت سنة 1951، واللي بتمنع الدول من إجبار اللاجئين على الرجوع لبلادهم لو كان في خطر عليهم. أزمة الهجرة في تونس تحدي كبير، لكن في نفس الوقت هي فرصة علشان نفكر بشكل جديد في سياسات الهجرة والتعاون الدولي. لازم تونس تشتغل مع الدول الصديقة علشان تلاقي حلول دائمة تضمن حقوق المهاجرين وتحافظ على أمنها واستقرارها. من خلال التعاون والحوار الجاد
ممكن نحول الأزمة دي لفرصة لدعم التنمية البشرية في تونس وفي كل مكان.